أبي الولادة وما تا وسادة بالرفق ما أراد إله في الأزل يا دارك بما يتشكي بما تبقي البلي أبي يا محمدي يوم السني محمدا خير اسمي طمز لما نرسمي من جديد ينجلي يا دارك بما يتشكي بما تبقي البلي الأولين الأول آخرين فكان زائدين يا الكريم الظليل يا دار ربي بما تشفي لمن تقيمك أرحب يا محمد هذا اليوم اثنين مولد ثاني اثنين مبعث سر الكون مقدمي ومجلي يا دار ربي بما تشفي شاعر العجمي إبري لشاعر الكرمي أكرم بأرض حرمي مولد الخير مسلي يا ربي لما لا تشفي لما تقيم بدي أبقي يا محمد بيوم صار عشنا واستنار لمن حوى الفخار وغفد المنزل يا ربي لما لا تشفي لما تقيم بدي شهر نسيان مولد خير الإنسان مولد آل يرسان وكامل مكملي قال يا ربي لما تشفي لما تقبل بطي أحب يا محمد كل آلي في عدة الليالي بزينة المعالي كجوهر المفضل قال يا ربي لما تشفي لما تقبل بطي يا محمد يا طر ربيعي بمن حتي شفيعي بمن تقي البديعي يا محمد يا طر ربيعي بمن حتي شفيعي بمن تقي البديعي يا محمد يا الجمع به يوم وليل قربه وفضل حب ربه ومرضى وتملي يا طر ربيعي بمن حتي شفيعي بالمنطق البديع أبقي يا محمد بالحسنى والجمال في الحسنى لدى المقر الأسلام عرفي من افضلي داري أكبر ربي بالمنطق البديع أبقي يا محمد وليا وناصرا خفيا لا نغتشي غوية بجاية بك العلي داري أكبر ربي بمن تشفي بالمنطق البديع أحكم يا محمد سلم إلى علي أفضل الصلاة ما دام كونه إلى مدرسة الأزلي علي أكبر ربي بمن تشفي بالمنطق البديع أحكم يا محمد علي وصحبي وزيدي وحفظي وكل آل حفي مع السلام الإكملي يا ربي لمن تشفي لمن تقيم قدير يا محمد يا إلهي اغفر لنا ضيقها واسمح لقلبها آمين وعموم بخفي لطف وفي نوائب دار ما فاتر كثيرا أجب دعاء واجب الذي طلبوا بيا يا أحمد ما أصاب الخير